السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. لقاء جديد وبرنامج حياتنا، وموضوع من الأهم إن احنا نتداوله ونتكلم فيه، الأزمة اللي بيمر بيها المجتمع المصري والمجتمع العربي والعالم، ودور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في إدارة هذه الأزمة، أزمة الكورونا. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معانا النهاردة جمعية من الجمعيات المتألقة في القاهرة العاصمة، وليها دور كبير جدا جدا وليها نشاط واسع، وكمان كان لها السبق في أن هي يبقى عندها برنامج خاص بيها لمواجهة هذه الأزمة. اسمحوا لنا نتداول هذه الأنشطة ونتعرف عليها بشكل، ونشوف المجتمع المدني ودوره وإدارته لهذه الأزمة على أرض الواقع، وقدموا لنا إيه، ولسه إحنا إن شاء الله منتظرين منهم إيه تاني. أهلا وسهلا معالي المستشار أحمد السيد. أهلا بك. رئيس مجلس إدارة جمعية الصبي المجاهد. نعم. والمستشار الإعلامي لجريدة مصر الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك معانا. أهلا بك يا أستاذ صالح. ربنا يحفظك. الأستاذ إبراهيم أحمد. سفير الجمعية والمسؤول عن تنمية الموارد للجمعية، واللي موجود معانا النهاردة عشان نشوف قطاع الشباب وقد إيه الخطورة اللي بيتحملها، ولكن عنده مهام كبيرة جدا يقوم بيها. أهلا وسهلا بك يا إبراهيم. أستاذة هبة. هبة توفيق، أمين صندوق الجمعية. وخد الميكروفون تفضلي. هبة توفيق، أمين صندوق الجمعية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وهتقول لنا بقى على الجانب والدعم المادي وقد إيه تعاون المجتمع معاكم في الفترة اللي جاية إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نعدي الأمر الصغير، تفضلي عرفي نفسك. زمزم. اسمك زمزم إيه؟ زمزم أحمد السيد. أنت بقى مديرة الجمعية؟ صح كده؟ أنا سعيد جدا بوجودك يا زمزم معانا النهاردة، واسمحي لي هيكون ليا معاكي لقاء كبير جدا، نتكلم في حاجات خطيرة تخص الجمعية، ماشي؟ اتفقنا؟ ادي الميكروفون لطنط، يلا. اتعرفينا بنفسك، اتفضلي. شيرين ربيع، أمين عام الجمعية. طب ما تقربي الميكروفون شوية. كده. اتفضلي. شيرين ربيع، أمين عام الجمعية. أهلا وسهلا بقلب الجمعية، الأمين العام. وهنتكلم مع حضرتك النهاردة في دور الأمانة العامة للجمعيات، وقد ايه العبء الكبير اللي بتتحمله. اهلا وسهلا بحضرتك. معالي المستشار احمد السيد، نموذج للجمعيات او لمدير الجمعيات القويه في القاهره، واللي الحقيقه احنا اثرنا ان نستضيفها النهارده لابراز دورها الكبير اللي بتقوم به في المجتمع للتصدي لهذه الجائحه والمشكله الكبيره اللي بنقوم بيها. اسمح لي، واحنا عندنا كلام كتير نقوله النهارده عن جمعيه الصبي المجاهد اللي اخترناها نموذج من النماذج المشرفه في القاهره، واللي بتأتي تحت مظلة الشؤون الاجتماعية وإدارة تقريبا دار السلام. نعم. للشؤون الاجتماعية. أيوة. أنا عايز حضرتك يعني في عجالة كده تقول لي عن جمعية الصبي المجاهد، والفكرة بدأت إزاي، وكنتوا فين ووصلتوا فين. نعم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، بشكر طبعا فضيلة الدكتور معاليك الدكتور طارق درويش الإعلامي الكبير، اللي بالفعل يعني يشار إليه بالبنان في كل مكان. طبعا بقدم الشكر موصول للأستاذ جمال عبد العظيم القائد المياسر الإعلامي الكبير القائم على إدارة وقيادة قناة الصحة والجمال، القائمة على رفع الوعي والإرشاد بالفعل وتنمية الثقافة بشتى نواحيها عند المصريين، ومش المصريين بس، والوطن العربي والعالم بأسر بفضل الله تعالى. فبنشكركم جميعا، كل الكوادر اللي بتعمل في القناة وخلف الكواليس ليهم منا الشكر والتحية والتقدير. في بداية فكرة الجمعية اللي أنشأناها بفضل الله تعالى، يعني كان البداية احنا محبين لعمل الخير. نعم. يعني بفضل الله تعالى في يعني نصوص كثيرة من القرآن والسنة بتحس على عمل الخير، فجبلنا بفضل الله وتوفيقه على ان احنا ربنا يستعملنا للوقوف بجانب المجتمع المدني، وده من فترة كبيرة جدا بفضل الله تعالى. ويعني ربنا يقول لك سبحانه وتعالى في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عبد عسله، قالوا كيف يعسله؟ قال يوفقه لعمل خير
عمل صالح ويميته عليه. الله عمل صالح يستعمله ولا يستبدله ولا يستبدله. فبالفعل من حبنا لعمل الخير بفضل تعالى واحتساب الأجر والثواب بفضل تعالى، بدأنا من فترة طويلة جدا إن احنا نقوم بعمل الخير. لكن الخير محتاج يبقى ليه مظلة قانونية حتى لا يلام أو يعاتب أو يقع تحت طائلة القانون. فبالفعل تم إشهار الجمعية في 2011 ضمن الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. جميل. وخدنا بفضل الله تعالى 17 بند تحت بند المساعدات لتنفيذهم وتفعيلهم في المجتمع. ولأن العملية بالنسبة لنا عملية جادة واحتساب وفيها نية لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، فالتوفيق لينا من الله عز وجل. بدأت أحط مع أفراد أسرتي الكف الذهبية. عندي سؤال قبل ما نروح للكف الذهبي، لأنه ده موضوع أنا أحب إن أنا الحقيقة أنوه ليه، لأن دي يعني حاجة جميلة جدا. ونحب إن إحنا الناس كلها تحذو هذا الحذو. إحنا كان لازم نبدأ بحتة كده صغيرة صغيرة. إن حضرتك جاي النهاردة مخصوص على الهوى عشان تتقدم إلى أصحاب الفضل وبأكبر شهادة تقدير في مصر. عملت أكبر شهادة تقدير في مصر، يا ترى هتقدمها لمين؟ ده كان سؤال مهم جدا. نفاجئ الجمهور ونقول إنه حضرتك بتقدم أكبر شهادة تقدير اللي طولها 12 متر وعرضها 2.5 متر. بتقدمها ليه أصحاب الفضل علينا في الفترة اللي فاتت؟ إن كان الجيش بيحارب على الحدود، فالجيش الداخلي لمصر دلوقتي هو الجيش الأبيض. حضرتك بتحط الموضوع دوت في نصابه، بتقدم شهادة تقدير لكل الفرق الطبية في مصر. من أكبر العاملين فيها إلى أصغر العاملين فيها. اسمح لي هناخد التقرير الأول اللي جاي ده وبعدين أرجع لحضرتك تاني ونشوف الكف الذهبية ونسعد بيهم إن شاء الله. الشباب يعرضوا لنا التقرير اللي موجود ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والقائل صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه جزيت عنا خيرا فقد أجزل له العطاء. وقال صلى الله عليه وسلم: يعلمنا مبدأ الشكر، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: اعملوا آل داود شكرا. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أداء الشكر، أداء الشكر. نعم، ونحن اليوم في هذا اللقاء اللايف المباشر، البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جئنا في هذا اللقاء لنقول شكرا جزيتم خيرا لفئة من الناس سموا بأرواحهم، بل قلوبهم امتلأت بالإنسانية والرحمة. إنها فئة الكوادر الطبية من الأطباء والمسعفين والممرضين والأخصائيين والفنيين والإداريين، كل هؤلاء لهم منا الشكر والتقدير والتكريم، ولنا الصبر بفضل الله تعالى عصري من مصر المحروسة ومن قاهرة المعز ومن منطقة دار السلام. تقوم أحد الجمعيات الأهلية، جمعية الصبي المجاهد، والتي تقوم على رعايتها وخدمة المجتمع المدني فيها، أسرة الكف الذهبي ذات الأصابع الخمس: الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام. نعم، والسبابة. هذه الأصابع الخمس التي تقوم على خدمة المجتمع المدني. ونحن اليوم هذه الأسرة، أسرة الكف الذهبية ذات الأصابع الخمسة وجمعية الصبي المجاهد، تقوم بإصدار أكبر شهادة تقدير في العالم،
شهادة شكر وتقدير من الجمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنح هذه الشهادة لكل الكوادر الطبية وكل الكوادر الطبية على مستوى العالم لما يبذلون من جهد وتفاني وسمو وتضحية حتى بأرواحهم. نعم، في ظل هذا الفيروس وهذا الوباء، فيروس كورونا المستجد بفضل الله تعالى، حتى سموا بأرواحهم بفضل الله عز وجل، فلهم منا كل الشكر والتحية والتكريم والتقدير. نعم، ونقول لهم اليوم شكرا جزيلا عنا خيرا تقبل الله منا ومنكم. يا أطباء العالم ويا أطباء مصر، لكم منا كل الشكر والتحية. وفي جمع ولا في رجعنا لكم برنامج حياتنا، وكان تقرير مصور واحتفال كان في وسط الناس، وليس تحديا للظروف ولكن بكل الاحتياطات. كانت جمعية الصبي المجاهد بتكرم أطباء مصر والعالم بأكبر شهادة تقدير في لفتة طيبة جميلة، وهو ده المجتمع المدني في مصر. وسيادة المستشار، أنا حبيت أقول لك شكراً، بس كان لازم أقدم اللفتة الجميلة الطيبة دي اللي كلنا بنقولها بقلوبنا، ولكن أنت خدتها عملي ونزلت في وسط الدنيا كلها عشان يعني ترسم البسمة وتفرض علينا حالة. كلنا دورنا إيه؟ أنت كنت بتقول المجتمع المدني ليه دور، ولكن الأول شكراً لكل اللي سابونا وسمحوا لنا إن إحنا لغاية النهاردة الحمد لله بنتمتع بكل الامكانيات الجميله اللي عندنا دي، وبعيد كل البعد عن الامراض. فانا اللي بقول لحضرتك تحيه شكر وتقدير على هذه اللفته الطيبه من جمعيه الصبي المجاهد، جمعيه من جمعيات المجتمع المدني المصري اللي اكيد في زيها كتير، ولكن كان لازم نبرز هذا النموذج. يعني الكف الذهبي وتفاصيله هرجع له مع حضرتك، بس اسمح لي اروح لسفير الشباب في جمعيه الصبي المجاهد ابراهيم احمد السيد. وابراهيم يعني مش هقول صغير السن، ولكن يعني اكيد الحمل كبير، وانت قابلت التحدي ونزلت في الظروف ديت متحديا للكلام ده وبتشتغل. قول لي في صعاب بتقابلك يا ابراهيم وانت متواجد في المجتمع؟ بالذات في الوقت الحالي، يعني انت بتنزل في الشارع، يعني متعرفش مين اللي عنده ومين اللي ما عندوش، انت بتروح للناس تاخد الحاجه، طبعا بتبقى واخد حذرك برضو، بس هو يعني انت سايبها على ربنا، انت بتعمل حاجه كويسه يعني. ف لقب سفير اللي يعني اطلق عليك ده اكيد مش جاي من فراغ، يعني رئيس مجلس الاداره لما اطلق عليك سفير الشباب وحطك في هذا الـ يعني المجال، اكيد في عندك ملكات كانت بتسمح لك. يعني الاول قول لي دورك في الجمعيه. أنا عرفت إنه تنمية موارد الجمعية والتواصل الفعال مع المجتمع، فهل الدور ده بالنسبة لك أنت شايف فيه نوع من أنواع اللذة في العمل ولا مجهد؟ لا طبعا، هو يعني عشان أنت بتعمل عمل خير فهو أكيد مجهد يعني، بس عشان هو خير، فلو مش خير أو مثلا شغل عادي كشغل، لا هو يعني محدش هيشتغل أصلا. أنت بتجد فيه لذة لأنه لله. لله طبعا. أنت بتجد فيه لذة يعني. في شباب كتير زيك من أصحابك يعني بيتعاونوا معاك وبيتحركوا معاك في المجال؟ طبعا في متطوعين معاك في الجمعيه يعني. ايوه، من قطاع الشباب. ايوه. طب انت لو حبيت توصل لهم رساله، هم شايفينك دلوقتي لكل الشباب اللي في مصر وفي العالم، ايوه، في ضوء الازمه اللي احنا فيها دي، هل الـ 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 المجتمع يحتاج لطاقه الشباب في الوقت ده؟ طبعا هي طبعا يعني كل اللي يقدر يعمل حاجه كويسه يقدر يعمل اي حاجه يعملها. ابراهيم، أنا بشكرك، واسمح لي بعد اللقاء الطيب الجميل اللي معاك ده هنطلع فاصل قصير، اسمحوا لنا ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين في مصر وفي كل الوطن العربي وفي كل أنحاء العالم، وبرنامج حياتنا،
واهلا وسهلا بكم تاني. وكنا بنتكلم عن دور الجمعيات الاهليه او المجتمع المدني في مواجهه هذه الازمه الكبيره اللي بيمر بها المجتمع والعالم، ازمه كورونا اللي قعدت ناس كتير في البيوت وقللت حجم كبير جدا من حجم العماله، وناس كتير تركت وظائفهم، ومستوى بعض الاسر او يمكن معظم الاسر اهتز جدا اقتصاديا وماليا، واصبح في عبء كبير جدا جدا على المجتمع المدني. ده هيكون محور سؤالنا لمعالي المستشار احمد السيد رئيس مجلس الاداره دلوقتي. ولكن اسمحوا لنا واحنا بيحضرنا على التليفون معانا اتصال الدكتور مجدي الشريف رئيس لجنه الاعجاز العلمي للقران والسنه بمكه المكرمه. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. العالم الجليل الدكتور مجدي الشريف، اهلا وسهلا بحضرتك. نفرح برؤياكم والله دكتورنا الحبيب وضيوفكم الكرام، اهلا وسهلا. نسعد بوجود علمائنا الافاضل معانا على الهواء، يقولوا لنا ايه دور العلماء في هذه الاوقات العصيبه اللي بيمر بها العالم. يا رب تمر بخير وسلام يا رب، اللهم امين. امين. من فضل الله تبارك وتعالى تعليمات الهيه عظيمه نسعد بها وتكون امثل طريقه لتجنب المشكلات وقت الازمات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قرطبي رحمه الله يقول أي أن العلماء يعلموننا ما الذي يقال وما الذي لا يقال. ففي وقت الأزمات نترك إبداء الرأي ونترك الأمر للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الأزمة الصحية لابد أن نسكت ونستمع إلى تعليمات وزارة الصحة، وعندما تقوم وزارة الصحة بتعليمات معينة تتكاتف كافة أجهزة الدولة لتنفيذ هذه التعليمات بدقة وبدون تواني. فبفضل الله تبارك وتعالى عندما نلتزم بهذه التعليمات بإذن الله هذه أمثل طريقة لتجنب المشكلات وقت الأزمات بإذن الله. ودورنا كعلماء يعني نرغب كل الناس، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن نلتزم بهذه التعليمات ونتواصل فيما بيننا، نستمع إلى العلماء، لا نبدي الآراء ولا نقترح الاقتراحات، ولكن نجعل الرأي لأهل العلم وأهل الذكر. ولذلك أنا فرحان جدا لهذه التحية العظيمة، وأضم صوتي إلى صوتكم لهذه التحية العظيمة لأطباء مصر الكرام وكل من يكون في معاونتهم بهذا المجهود الرائع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعطيهم جميعا خير الجزاء، اللهم أمين يا رب. شكرا جزيلا للعالم الجليل فضيلة الدكتور مجدي الشريف رئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة على هذه المداخلة الطيبة اللي أثرت اللقاء. معالي المستشار، وادي شكر سريع اهوت، ربنا يبارك احد فيه. علماء الارض الدكتور مجدي الشريف، ربنا يبارك في كل علمائنا، الله يبارك فيه. بيشارك حضرتك وجمعيه السبيل المجاهد هذا الجهد الطيب واللفته الجميله الطيبه اللي حضرتك اديتها لكل اطباء مصر والعالم. ولكن اسمح لي والهزه الكبيره اللي موجوده في المجتمع وناس كتير جدا يعني امورها اختلفت وتغيرت، كان في عبء على الجمعيات خاصة جمعية الصبي المجاهد. أيوه. فبين الواقع والمأمول كنتوا بتديروا أو بتتعاملوا مع هذه المعوقات إزاي؟ والله زي ما قلت لحضرتك كده، أسرة الكف الذهبية ذات الأصابع الخمسة، الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، خمس أفراد. أول ما أعلنت وزارة الصحة عن رفع حالة الطوارئ لوجود وباء وفيروس كورونا، بالفعل عملت اجتماع سريع طارئ على مع أسرة الجمعية باعتباري وبصفتي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن إحنا لازم نقف جنب المؤسسات وجنب وزارة الصحة جنبا لجنب لأداء دورنا الخدمي لخدمة المجتمع المدني والصمود في ظل حالة الطوارئ اللي إحنا فيها. فأول حاجة أعلناها إن إحنا الجمعية فاتحة على مدار 24 ساعة حالة طوارئ طول فترة أزمة فيروس كورونا، وأعلنت ده على كل مواقع التواصل إن إحنا شغالين 24 ساعة طول فترة الأزمة. هل اختلف نوعية الخدمات اللي بتقدمها قبل عن الآن؟ إحنا إيه اللي ممكن نعمله ونتوقع إيه في ظل الظروف دي؟ إحنا عايزين نقف جنب الناس، نوعيهم الأولاً إرشاد وتوعية وننقل لهم إرشادات
موثقة من خلال وزارة الصحة اللي بتستمدها من منظمة الصحة العالمية، دور توعوي عشان نقضي على أي إشاعات ممكن تضر ما تنفعش. صحيح. وعشان أخذًا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، لا نضر نفسينا ولا نضر غيرنا، قمنا أولًا باتباع التعليمات بتوزيع الكمامات والتوعية والإرشاد لأسر الجمعية عبر الهاتف، عبر الواتس، عبر مواقع التواصل، باستدعائهم أسرة أسرة، مجموعة مجموعة، مع أخذ الاحتياطات الاحترازية وتوعيتهم وإرشادهم في الفترة الحالية هنعمل إيه وكذا وكذا. بدأنا في عمالة متضررة كمان تركت عملها، إعداد الوجبات ليهم وجلب الوجبات وتوزيعها. بدأنا خطة كاملة، يعني الاستعداد بإن احنا ننصحهم إزاي يعقموا بيوتهم، إزاي يتعاملوا مع الآخرين، إزاي يلتزموا بأوقات الحذر. طيب وبدأنا نرفع الكلام ده لكل الأسر. اسمح لي، اللي أنا وصلني من حضرتك إنه كان دور الجمعية في الفترة اللي نعم. فاتت مختلف عن دورها الأول. زاد حل الطوارئ، الوعي من خلال توجيههم للأطباء، للرعاية الصحية، رفع الوعي والإرشاد. ثانيا بعض الوجبات للأسر اللي حصل عندها تضرر وهزة في الموضوع الاقتصادي، والإعانات المادية والسلع التموينية. تمام. بالفعل عشان نخفف عنهم الأعباء، وخاصة إن في منهم ملوش موارد رزق. طب هناخد مكالمة؟ أتفضل. وهرجع أأكد على النقطة الخطيرة اللي حضرتك بتقول فيها دي، ودور المجتمع المدني في سند الحالة الاقتصادية للمجتمعات اللي بالفعل اللي المؤسسات. طيب اسمحوا لي، معانا تليفون فضيلة الدكتور ياسر نصيف رضوان، عضو هيئة العلماء. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك وسهلا مع الدكتور طارق. يعني يوم العلماء النهارده، ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. كل عام حضرتك طيب، ومشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان طيبين، والعالم كله اجمع، وصلى الله تبارك وتعالى ان يزيل هذا الهم، وان شاء الله ينزل بركاته ورحماته على اهل الارض جميعا. يا رب ربنا يحفظك. العالم الجليل الدكتور ياسر نصيف رضوان، عضو هيئه علماء المسلمين، وحضرتك معانا النهارده، وكنا بنتكلم على دور العلماء في يعني التواجد ودورهم في إدارة هذه الأزمة. المجتمع المدني كان له دور، هل يا ترى حضرتك لامس دور المجتمع المدني وقام بدوره، ولا في نصيحة من حضرتك للجمعيات والنقابات ورجال الأعمال والمجتمع في مساندة الدولة؟ طبعا طبعا، محدش أبدا يقدر ينكر دور مؤسسات المجتمع المدني وهذه المؤسسات الغير حكومية والتي لا تهدف إلى تحقيق ربح، والتي يعني تختلف عن غيرها من المؤسسات، لانها لمسه الشارع، لمسه المواطن، الناس شغاله مع المواطن في الشارع، في مكانه، في بيته، في محله، في شارعه. وعشان كده الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات امر بالتعاون على البر والتقوى، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل ان المجتمع اذا ما تماسك يكون كالجسد الواحد، ويقول على الإطلاق خير الناس أنفعهم للناس، مش أنفعهم للمسلمين، لا أنفعهم للناس. فصنف المولى تبارك وتعالى وصنف سيدنا رسول الله أن المتعاونين على هذا الأمر أكيد يعني ربنا سبحانه وتعالى يؤمنهم من عذاب يوم القيامة. لكن أنا يعني عايز بس ألفت نظر سيادتك لشيء مهم جدا، أن لا يعني كما نهتم بالإنسان طعام وشراب، نهتم به فكريا، ودور المجتمع المدني مهم جدا جدا جدا، ولكن لوحدهم مش هيعرفوا يشتغلوا. المفروض ان الحكومه تحط ايديها في ايدين الجمعيات، او تسهل لهم وتذلل لهم الصعاب، القوانين واللوائح اللي بتصدر لتنظيم العمل داخل مؤسسات المجتمع المدني المفروض تكون فيها مرونه، تسمح للجمعيه بازاي تقدم خدماتها بما يفيد المجتمع. واحنا لاحظنا في الاونه الاخيره ما شاء الله الجمعيات يعني تعاونت وتفاعلت فعلا في الشارع، ولكن يعني ليا يعني بعض امور احب اقولها. يا ريت يكون في بروتوكول بين الاتحاد العام لمؤسسات المجتمع المدني وبين مؤسسه دعم اتخاذ القرار في الحكومه، يا ريت يكون في بروتوكول بين الجمعيات التي تعمل في اداره الازمات، لان معظم الجمعيات في اللائحه التنفيذيه بتاعتها موجوده انشطه خدميه فقط،
او انسانيه، لكن في بعض الجمعيات ما فيهاش نشاط التنميه في المجتمع ولا نشاط اداره الازمات. يا ريت الجمعيات، وخاصه في قانون هيصدر جديد للجمعيات او صدر ومستنيين اللائحه بتاعته، يا ريت يكون فيها هذا الامر، ان في حاجه اسمها اداره الازمات. العالم كله بيدير الازمه قبل وقوعها، لكن احنا الازمه بتقع ونبتدي نشتغل، ممكن نعرف نديرها وما نعرفش نديرها. احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك معالي العالم الجليل الدكتور ياسر، ونتواصل ان شاء الله مع، يعني احنا على علاقه ووثيقه بالاتحاد الاقليمي للجامعات بالقاهره فضيله الدكتور عز الدين فرغل، وهو متعاون جدا، واعتقد انه حريص جدا على انه الجمعيات تاخد وتتبوأ دورها وتقوم بالجهد اللي تستحقه، لانه فعلا اصحاب الجمعيات عندهم كتير يقدموه، ولكن كان في شويه معوقات خاصه بالقانون وبيحجم الجمعيات في بعض النقاط. يعني انا بشكر حضرتك على وجودك معانا فضيله الدكتور ياسر، وعلى هذه الاسهاب الرائعه، وعلى يعني النظره الجميله للمجتمع المدني وقدراته وامكانياته. انا بشكر حضرتك لوجودك معانا فضيله الدكتور ياسر. اعزائي المشاهدين، اسمحوا لنا واحنا بنسمع الكلام الجميل من مستشار احمد السيد وجمعيه الصبي المجاهد، ناخد تقرير صغير كده ونرجع ليكم تاني. وتكريم له السبب بانه يبقى مع اكبر شهاده تقدير تقدم كانت هنا من هذا المكان الرائع، شهاده تقدير وتحيه تقدير واعتزاز لكل الفرق الطبيه في مصر، من سيده وزيره الصحه الى اصغر من يعملوا في هذا المنصب، وانه يتقدم ليهم بشهاده تقدير في هذا الحد اكثر من 12 متر عشان تكون اول شهاده تقدير في هذا الحد، تعبيرا منه الى الجهد الكبير المبذول في هذا القطاع، الناس اللي بتضحي بنفسها كل يوم عشان احنا نعيش، الناس اللي تعرضت وما زالت بتتعرض كل يوم للخطر وللمصاعب والمتاعب، ما كانش اقل من انه المجتمع المدني يكرم هذا اللقاء. فاسمحوا لنا في مجموعه لقاءات بسيطه مع الساده القائمين على هذا الموضوع، ونتكلم معاهم في هذه اللفته الطيبه. التكريم ولفتات الشكر للإدارات الطبية في مصر وفي المجتمع في الوطن العربي كله كانت من اللقطات الطيبة اللي قامت بها جمعية الصبي المجاهد. وإحنا بنرجع تاني لمعالي المستشار أحمد السيد رئيس مجلس الإدارة والإعلامي والمستشار الإعلامي لجريدة مصر الدولية. كنت بتكلم مع حضرتك قبل المداخله وقبل التقرير عن المعوقات وعن الاسلوب اللي اتغير، اسلوب الجمعيه اللي اختلف قبل الازمه وبعد الازمه، اصبح بقى في تحديات جديده دلوقتي انتم بتواجهوها. بعد توجيهات منظمه الصحه ووزاره الصحه، زي ما قلت لحضرتك اعلنا حاله الطوارئ، وعملت اجتماع مجلس اداره سريع مع اسره الجمعيه، وبدأنا نتواصل مع أهل الفضل والعطاء. نعم. إن إحنا لازم نقف في هذه الساعة، اليوم يوم كدمشقي. نعم. إحنا مش هنجبن أو نستخبى أو هنخاف على أعمارنا، إحنا مش أقل من فئة الأطباء اللي فجأة أعلنوا بالأزمة فبدأوا رفعوا حالة الطوارئ القصوى. احنا لازم نقف جنب المجتمع المدني، وده دورنا، والناس دي بنتعامل اكثرهم من البسطاء والضعفاء، محتاجين ننقل التوعيه والارشاد ونصايح وتعليمات. وزاره الصحه ليهم بطريقه بسيطه وعمليه، طب احنا محتاجين تنميه موارد، فبالفعل بدانا نتواصل مع اهل الفضل والعطاء من رجال الاعمال والمحبين ورواد جمعيه الصبي المجاهد. تقول لهم ايه يا سيادة المستشار؟ بالفعل اللي بقدم لهم في هذا اللقاء على الهواء مباشرة كلمة شكر وتقدير، وزي ما انا قلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لأخيه جزاك الله عنا كل خير فقد أجزل له العطاء. احنا كل منا على ثغر، احنا هنقوم بالجهد وانتوا هتقوموا بتنمية الموارد بالتفاعل المادي وتحتسبوه، واحنا بنحتسب جهدنا وقتنا. احنا فاتحين 24 ساعة
لخدمة المجتمع المدني بالتعاون مع أهل الفضل والعطاء. الأرقام بتاعت جمعية سبيل المجاهد موجودة الحقيقة على الشاشة. تمام. برضو لكل اللي بيسمعونا في مصر وفي الوطن العربي، جمعيات بتقوم بدور كبير جدا جدا بعد الهزة الكبيرة اللي حصلت للمجتمعات، دعموا الجمعيات وقفوا معهم. ودي أرقام جمعية سبيل المجاهد موجودة في القاهرة العاصمة لمصر في منطقة دار السلام، وأرجو إن شاء الله إن احنا اللي بيستطيع، لأن الجمعية بتقدم خدمات كتير جدا، خدمات بدنية أكل وشرب وخدمات صحية من توفير بعض العلاجات ورعايات والكمامات والتعقيم والعلاجات، أرجو إنه يبقى في دعم كبير جدا جدا لدور المجتمع المدني في الفترة الجاية. هنتقل من حضرتك دقيقة سيادة المستشار، وخليني آخد يعني العمل النسائي. والحقيقة يعني ما قعدناش في البيت زي ما كانوا بيقولوا، ولكن كنتوا برضو موجودين في الميدان، وكنتوا موجودين وحاطين برضو وسايبين الدنيا كلها ونازلين لاحتياج الناس ليكم. أتعرف بحضرتك تاني، هبة توفيق. هبة توفيق، أمين صندوق الجمعية. تمام. كان طبعا ليك دور في ترتيب الملفات وترتيب الأمور المادية للجمعية، ولكن أعتقد أن أنا وأنا في الحوار مع حضرتك قبل الحلقة بتقولي إحنا سيبنا كل الكلام ده النمطي وموجودين في وسط المعركة بإيدينا، لأن الناس عايزانا ومحتاجانا دلوقتي. قولي لي بتعملي إيه؟ إحنا والله قائمين في الجمعية. أنا مش سامعك يا حاج. قائمين في الجمعية بنجهز، سواء كان شنط، يعني دي كانت للفترة اللي بعد شنطة شوال، يعني لسه اللي كنا فيها دي شنطة شوال. مش خلاص خلصنا رمضان ودخلنا في شنطة رمضان شوال. فدي كانت شنطة شوال برضو بنجهزها، وفيها برضو مواد غذائية، كان فيها ما شاء الله فيها طبعا الرز والمكرونه والحاجات ديت، احتياجات البيت، الحاجات كلها، من زيت لسكر الكلام ده كله، زيها زي هي السلع التموينيه. كنا برضو بنشوف ايه الاحتياج، وممكن نجيب حاجات تانية داخل البيت، مش شرط بقالة، ممكن يبقى خضروات، ممكن ده. في ناس كانت بتتعاون معانا ما شاء الله، بتعمل الوجبات، تقول يا جماعة اتعاون معاكم مفيش منها مشكلة، كانوا بيعملوا الوجبات في بيوتهم واحنا نروح نجيبها ونوزعها، احنا نعمل الوجبات في الجمعية ونوزعها للناس يعني وكده. والله طبعا انا يعني خليني طبعا برضو تاني اكد على انه العمل النسائي في المجتمع المدني والجمعيات الأهلية يمكن هو كان الأساس. طيب. كان بيدار بهمة الرجال، والتواصل في المجتمع محتاج همة الرجال، ولكن لن نستطيع أن ننكر أن العمل النسائي ووجود النساء في وسط المجتمع المدني له أثر كبير جدا جدا في التناقش ومناقشة الحالات ومقابلة الحالات، وأن هم بيفتحوا بقى لكم القلب وبيحكوا لكم وبتقدروا تعرفوا منهم بعض التفاصيل. طيب. لا يستطيعها إلا النساء. أبلة هبة، عايز أقول برضو في معوقات شديدة كبيرة جدا بتقابلكم وبتستطيع أن أنتوا تتغلبوا عليها، يعني الوضع اختلف شوية. إيه المشكلات اللي كانت زادت وبتتغلبوا عليها دلوقتي؟ يعني والله كانت في ناس برضو من اللي هي بتتعاون معنا في الخير بقوم دلوقتي تقاعصوا، مش قادرين ان هم يقدموا، فهم بقوا ممكن ناس بتطلب كارد، بتطلب ده، بتطلب مساعده عايزه، فاللي كانت يدي عليا زي ما بيقولوا بقى يحتاج دلوقتي، اصبح بالزبط. من الفئه اللي بتحتاج بالظبط. مشكله بالظبط. اسمحي لي اخد العسل الصغيره دي، نقول المفاجاه بتاعت الحلقه النهارده دكتوره زمزم احمد السيد. ازيك يا دكتوره زمزم؟ قربي بقى الميكروفون كده. انت بقى انت عضو في جمعيه الصبي المجاهد، بتعملي ايه بقى؟ بعبي الرز والمكرونه للايتام، واديها الشنطه لماما تديها للايتام. بتعبي الرز والمكرونه تحطيها في الشنطه وتديها لماما تديها للايتام، وبتنزلي معاهم بقى الجمعيه وانت لابسه الكمامه وكده. تنزلي وانت لابسه الكمامه كده برضو عشان تخلي بالك من صحتك. يعني هو انت ينفع تسلمي على حد؟ ليه بقى بتسلميش على حد ليه؟ اكيد ما فيروس كورونا يبقى مش موجود، بس عشان فيروس كورونا موجود دلوقتي، لما يبقى فيروس كورونا مش موجود يعني هما انتوا علموكي بقى انك تخلي بالك وتحافظي على نفسك وما تسلميش على حد خالص ولا تبوسي حد دلوقتي خالص عشان فيروس كورونا، صح كده؟ طب بصي، انا عايزك تقولي لكل الاطفال اللي زيك اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، تقولي لهم رساله بقى، تبلغيهم رساله، قولي لهم بقى ما تسلموش على حد وما تبصوش حد، قولي لهم كده، قولي لهم لكل الاطفال، قولي لهم يلا يا اطفال، قولي لهم يا اطفال البسوا كمان وانتوا نازلين وما تسلموش على حد، ما تسلموش على حد ولا تبصوه لما فيروس كورونا يخلص. لما فيروس كورونا يخلص. انا بشكرك جدا، ده انت اجمل رساله النهارده يا دكتوره زمزم، ربنا يبارك فيك. بشكر حضرتك.
هروح لأبلة شيرين، ولكن اسمحي لي معايا تليفون الأستاذ حسن وارجع لحضرتك تاني. معانا اتصال؟ اتفضل. اهلا وسهلا، معانا المستشار الإعلامي الأستاذ حسن الرفاعي رئيس مجلس إدارة جريدة مصر الدولية. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور طارق درويش الإعلامي الكبير. اسمح لي ان انا اوجه الشكر لحضرتك واوجه الشكر لقناه صحه وجمال على المجهود المبذول على مستوى مصر والوطن العربي كله. المستشار حسن الرفاعي رئيس مجلس اداره جريده مصر الدوليه، والحقيقه اللي كان موجود بيغطي حدث التهنئه لكل اطباء مصر وشهاده التقدير امبارح، واللي شفته من رجال الجريده عنده اللي بيتفاعلوا مع كل المشكلات على 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 كل القطاعات. والحقيقه انا لفت نظري حاجه، وانا اللي عايز اشكر حضرتك على يعني ابرزت دور مختلف للاعلام وخاصه الصحافه، دور رائع جدا لجريده بكل فريق العمل فيها في التواجد وسط الاحداث والتفاعل الجيد جدا جدا مع كل الاحداث ده، في يعني رساله شكر لحضرتك. لا اسمح لي يا فندم، يعني انا عايز اودي الشكر لسياده المستشار احمد السيد على المجهود المبذول فعلا، والمبادره اللي هي تعتبر الاولى من نوعها على مستوى مصر والوطن العربي. بجد جمعيه الصليب المجاهد وسياده المستشار احمد عاملين مجهود جبار في كل الامور بصراحه، يعني لان في خدمه اهالي دار السلام. احنا بنشكر حضرتك لوجودك معانا وبشكر ليك، وانا عارف انه اللقاء كان نازل يعني خد جزء كبير من جريده مصر الدوليه هذا الاسبوع. اتمنى كده ان شاء الله ان احنا يكون لنا نسخه كده نشوف الجهد الكبير اللي انتم بذلتوه وموثقه في النسخه بتاعت جريده مصر الدوليه هذا الاسبوع ان شاء الله. بشكر ليك وجودك معانا، كتر خيرك، شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ. الحقيقه اعزائي المشاهدين، احنا لما رفعنا الخبر على بعض مواقع التواصل بالامس كان في رد فعل من بعض الدول العربيه، وكان في مكالمات من الجزائر ومن المغرب ومن تونس، الحقيقه بيشيدوا بالفكره الحقيقه يعني. وحتى النهارده كان اتصال من اهلنا في الصعيد يا سياده المستشار. نعم، من قنا اتصل بيا الدكتور انور من حجازه ما شاء الله، وفريق العمل معاه كله بيشكر ليكم هذا الجهد. الله يبارك، هو فريق العمل عليه وبيتكلموا على الجهد الكبير اللي بتبذله الجمعيات والمجتمع المدني في مصر، وبوجه لكم الشكر. انا احب برضه اوجه الشكر برضه موصول للاستاذ حسن نفسه الاعلامي الكبير اللي ما بيتاخرش عنا في اي دعوه بوجهها لحضرته، ان يساندنا بالوعي للناس للارشاد لتغطيه نشاط الجمعيه ونداء تلبيه الجمعية. فبالفعل حتى حدث موضوع تكريم الأطباء هو اللي عمل التغطية من خلال جريدة مصر الدولية. أنا هرجع لحضرتك تاني بالتغطية بتاعت حسن الرفاعي، نموذج رائع جدا للإعلامي الواعي اللي كلنا بنقول كل الناس لازم هو تبقى الأب الروحي بالفعل. ما شاء الله. ناخد يعني اتصال فضيلة الشيخ إبراهيم الزفزاف. اتفضل حبيبنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وبركاته. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ إبراهيم الزفزاف من علماء الأزهر الشريف. والجمال والله. أهلا وسهلا بالعالم الجليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مين ولا مين ولا مين والله. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا والله. يعني أنا ليا شرف في المشاركة، لأن سبحان الله القناة وخط الدفاع بتاعنا الجيش الابيض وقوات الامن والشرطه يعني اشكر مين ولا مين والله، لان الاعلام ده ما هو جناح برضه من ايه من العمل اللي احنا مكلفين بيه والله. فضيله الشيخ، الدعوه ما اعلام. الله يبارك في حضرتك يا دكتور. فمش عارف ابدا واقول ايه، لكن يعني اقول جزاكم الله كل خير والله. طيب فضيله الشيخ ابراهيم الزفزاف من علماء الازهر الشريف، واحنا كنا بنقول دور علمائنا الافاضل وخاصه علماء الازهر في الوعي وزياده الوعي عند الناس. ايوه نعم، ما اشوف قال صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الاعرابي ومعه الناقه فماذا قال؟ قال يا رسول الله اتركها واتوكل ام اعقلها واتوكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل اعقلها وتوكل. فاحنا ناخذ بالاسباب ثم نترك الامر للمسبب سبحانه وتعالى. نعقلها ونتوكل.
فنعقلها بايه بقى؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما اروحش اسال واحد كذا او كذا او كذا، لا انا عندي خط الدفاع بتاع النهارده الجيش الابيض. يبقى الجيش الابيض من اول السيده الوزيره ربنا يبارك في حضرتها وفي بدايه اصغر، ما فيهوش صغير يعني كده، اصغر واحد في الجيش الابيض له تحياتي وله احترامي، ولازم ناخذ بهؤلاء براي هؤلاء، لان المولى عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلازم انا اسال اهل الذكر. اهل الذكر النهارده مين؟ جيش مصر الابيض. بعد ما معانا التعليمات اللي بتجينا من فوق، اعرف اخرج امتى وادخل امتى، والاحترازيه، مش ابقى ماشي وخلع الكمامه. وبعد اذن حضرتك انا بقولها، انا بوجهها اهو كراجل من علماء الدين وانا اقل واحد، ايه الكمامه اللي لابسها الاخ اللي ماشي وحاطط له السيجاره من تحت الكمامه، وبعد ما يدخن ينزل الكمامه؟ طب فين الدين هنا؟ يا عم الدين الله يبارك لك، ده انت بتضيع ما وتضيع اللي حواليك اللي بتدخن، واهم حاجه انه لابس الكمامه ومنزلها ليه؟ ما فيش وعي. دورنا احنا بقى كدين والمساجد و و فيعني سبحان الله انا مش عارف اقول ايه ولا ايه ليكم جميعا والله. نشكر لحضرتك فضيله شيخ ابراهيم وجودك معانا، وكنا محتاجين نسمع فعلا هذه المداخله الجميله الطيبه لزياده الوعي. علماء الازهر الكرام لهم كل التحيه والتقدير، بشكر حضرتك على وجودك معانا. أبلة شيرين شيرين ربيع أمين عام جمعية الصبيه المجاهد. الأمانة العامة في الجمعيات وليها دور، ولكن في ظل الظروف اللي احنا فيها دي أكيد الدور اختلف. هو أنا شغل إداري بس فعلا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي كل واحد مش بيبص هو وظيفته ايه في الجمعية. يعني احنا كلنا دلوقتي بنتعاون مع بعض ونتكاتف عشان نعدي الازمه اللي احنا فيها دي. نعم. ف يعني احنا من اصغر حد فينا زي زمزم كده، فبنعمل يعني ممكن زي ما قالت هبه كده الاكل في الفطار في رمضان كنا احنا اللي بنعمله بنفسينا من بدايه الاكل لغايه السلفانه بتاعه الاكل. نعم. وبنتصل بالاسر بتاعتنا. عدد الوجبات زاد؟ الضغط عليكم زاد؟ اه طبعا اكيد. ما بتستريحوش؟ ما فيش نوم؟ في رمضان ما كناش تقريبا بننام اصلا. نعم. كنا ممكن نفطر العشاء مش المغرب زي الناس. طب بتعملي كده ليه؟ ايه العائد؟ والله احنا بنحب ناخد ثواب، يعني ما اعرفش انا حتى رضا ربنا. اكيد في وسط كمان التعب اللي احنا فيه كنت ببقى مبسوطه. بتبقي يعني سعيده وانتم بتقدموا الوجبات للناس؟ بحب. طب رئيس مجلس اداره بيبقى ضاغط عليكم في شيء؟ لا والله، يعني هو نفسه مش بينام. نعم. يعني هو نفسه هو اللي يعتبر هو العقل يعني المدبر. طب تحبي لو انا هسالك سؤال اسمحي لي، يعني لو عايزه نبعت كبسوله دلوقتي لكل اللي بيشاهدونا، وانت بتمثلي نموذج برضو من الشباب اللي موجود في الجمعيات والمجتمع النسائي، تقولي ايه لكل اللي بقى ركنوا في البيت وخايفين على صحتهم وقعدوا وكان ليهم دور في المجتمع، تقولي ايه لكل اللي زيك؟ لا بقول لهم يعني الحاجه دي بايد ربنا، يعني لو ربنا كتب لنا حاجه هتحصل لنا، احنا بناخد الاحتياطات، احنا في الجمعيه بنتعامل مع كل الناس. انا بشكر حضرتك. بناخد احتياطاتنا. بشكر حضرتك يا أبلة شيرين. الحقيقه احنا وقتنا معاكم خلص والكلام ما خلصش مع سياده المستشار، ولكن الوقت عدى بسرعه، فاسمحوا لي انا بشكر حضرتك معالي المستشار احمد السيد. نموذج رائع جميل للجمعيات والمجتمع المدني، جمعية الصبيه المجاهد بمنطقة دار السلام بقلب العاصمة القاهرة. عايزين نشكر يا استاذ طارق، دكتور طارق معلش معايا، الإدارة بتاعة التضامن اللي هي ما بتتأخرش حقيقة معانا. شكر. لما بنقدم ليها أي مشروع أو دراسة لخدمة المجتمع المدني بيتعاونوا معانا وبينزلوا القلب الحدث. الشكر موصول من حضرتك لوزاره التضامن يعني الاجتماعي للمساهمه ومتضمنه او بنختص بها اداره دار السلام للتضامن، الاستاذه السيده ريحان انت حضرتك قلت لي. نعم. نشكرها على الهواء دلوقتي. اعزائي المشاهدين في نهايه اللقاء ده. نعم. انا بشكر فضيله المستشار احمد السيد رئيس مجلس اداره جمعيه الصبيه المجاهد على وجوده معانا النهارده ودور المجتمع المدني في مواجهه هذه الازمه، وقطاع الشباب ابراهيم احمد اللي بيقدم دور رائع، وأبلة هبه توفيق والمجتمع النسائي، وأبلة شيرين ربيع، والصغيره الجميله أبلة زمزم اللي قالت لنا النهارده اجمل رساله كانت موجوده معانا. وبنتوجه بالشكر لكل اللي عملوا مداخلات وكل اللي كانوا بيتابعونا على هذا اللقاء. نوعدكم بلقاءات جايه كتير، برنامج حياتنا مليان مفاجآت، حتى نلقاكم ان شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.